السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة لكل من يتابعني وياكم علي هادي علي. بهذا الفيديو راح أعرفكم على منتجين من رافار. طبعا هذه المنتجات هي عبارة عن فايل هاب، واحد سلكي والثاني لا سلكي. تابعوني بهذا الفيديو حتى نعرف كل التفاصيل. مرحبا أعزائي المتابعين، هسه راح نبلش بأول منتج. هذا عبارة عن شاحن بمجموعة من المنافذ. عندي هنا 6 منافذ USB، وتقدر من خلاله انه تنقل البيانات من اي جهاز خارجي، مثلا ككاميرا، او ممكن تستخدم هارد خارجي او فلاش او حتى كمبيوتر، وتنقلها لاي جهاز عندك، سواء يكون موبايل بنظام الاندرويد او بنظام الاي او اس، تنقل وترسل البيانات بكل سهولة. طبعا المنافذ اللي موجودة عندي تدعم الشحن السريع الكوك تشارج، وايضا تدعم الشحن بتقنية البي دي اللي هو الباور ديليفري بقوة 24 واط. واحد من المنافذ يدعم الاي سمارت الشحن الذكي. هذه كل التفاصيل الخاصة بهذا الشاحن، طبعا توصله بالكهرباء، يجي ويا كيبل، وبهالطريقة اشتغل عندي. هسه راح اشرح لكم شلون اقدر اربطه على الموبايل وحتى نستخدمه. راح نحتاج برنامج، اسم هذا البرنامج يوهاب، تشوفه على الجوجل بلاي وعلى الاب ستور. بعدها راح نوصل الموبايل. هنا راح تشوف منفذين USB. عندي المنفذ الاول اللي تركب به الهارد الخارجي او فلاش او كاميرا او اللابتوب. هسه انا ركبت الفلاش هذا، والمنفذ الثاني توصل الموبايل. بعدها راح يشتغل عندك برنامج اليو هاب بشكل تلقائي. هنا تقدر تسوي هواي تفاصيل من خلاله بكل سهولة وبساطة، فتقدر انه تنقل البيانات والصور والمحتوى ما بين الموبايل وما بين القطعة اللي وصلتها مع هذا الهاب. تقدر تسوي باك اب لكل الصور مالتك، تسوي باك اب لجهات الاتصال، وتسوي نسخة احتياطية لكل الجهاز وتسوي استرجاع لها، وتقدر انه تاخذ صورة او فيديو وتنخزن بالجهاز اللي ضفته. مثلا اريد التقط هاي الصورة، الصورة هذه راح تنخزن عندنا بالقطعة الثانية. هنا راح تشوف القطعة اللي وصلتها انت. انا هسه موصل هذا USB فلاش، المساحة مالته 7.5 جيجا. تقدر هنا تتصفح المحتوى اللي موجود. هسه هذه الكاميرا، اني هذه الصورة اللي التقطتها راح تشوفها موجودة هنا. تقدر هنا تسوي فولدرات، تسمي الفولدر مثلا سمي علي، وتضيف به التفاصيل اللي تحتاجها انت، او تدخل على جهاز الموبايل مالتك. هذه مثلا الموبايل، الفيديوهات اللي موجودة بجهازي او الموسيقى، فتشوف كل الصور هنا، وتقدر تنقل اي صورة تحولها للفلاش او الهارد اللي ضفته انت، فتشي كلش حلو. طبعا بنفس الوقت يشحن، وتقدر انه تنقل البيانات ما بين الجهاز وما بين القطع اللي وصلتها انت. هذه بالنسبة للقطعة الاولى اللي هي الراف باور فايل هاب. هسا خلينا نسولف على القطعة الثانية من راف باور، اللي هو عبارة عن فايل هاب لكن بشكل وايرلس وليس سلكي. هنا راح تشوف اكو عندي مجموعة من المنافذ. اول منفذ USB، هنا انا راح اضيف الجهاز اللي تريده انت، مثلا تريد توصل رام او كاميرا او هارد او اي قطعة موجودة عندك تقدر انه توصلها هنا. وعندي هذا منفذ USB Type-C توصل لابتوب. هنا انا راح نوصل مثلا الفلاش هذا. عندك هذا منفذ اللان، هذا الراوتر او هذا الهاب مثلا انا مخليه بالبيت واسافر اي دولة، اريد ادخل على الملفات اللي موصولة بي وانا مسافر. هنا تقدر مجرد توصله بالانترنت وراح تقدر تدخل عليه من اي مكان. هنا اكو عندي مجموعة من المنافذ خاص بالانترنت، اشارة الواي فاي والاس دي، تقدر هنا تضيف بطاقة اس دي كارد ايضا تنقل المحتوى مالتها. هسه راح اضيف الاس دي، وتحتاج الى برنامج، اسم هذا البرنامج راف فايل هاب، ايضا تقدر انه تحمله من الجوجل بلاي ومن الاب ستور بكل سهولة وبساطة. فنوصل هنا الاس دي كارد، وهذا زر التشغيل، فندخل على اشارات الواي فاي، راح تشوف شبكة واي فاي اسمها راف فايل هاب، نضغط عليها. طبعا افتح التطبيق وانتظر بعض الوقت حتى يتصل بالقطع اللي ضفتها اني. هسه اني شنو ضفت؟ مايكرو اس دي، وضفت الرام، عندي هذا الفلاش،
ينطيك السعة الكلية مالته وش قد السعة المتوفرة، وهنا الاس دي كارد اللي ضفتها ايضا اقدر انه اتحكم بها ويعطيك ايش قد السعه. نفس البرنامج الاول تقدر تسوي باك اب لكل التفاصيل وتنقل المحتوى، تدوس هنا مثلا اداره الملفات تنقل اي ملف تريده وتنسخه بكل سهوله وبساطه، تنقله ما بين الاجهزه اللي ضفتها اني او تشوف المحتوى الخاص بالجهاز فتنقل ما بين الجهاز وما بين القطع اللي موجوده عندك، ومجرد انه متوصل كيبل من الراوتر توصله بهذا اللان راح تقدر انه تدخل على هذا الجهاز من اي مكان ثاني. نقدر نسوي باك اب بكل التفاصيل اللي عندنا حتى ينطيك نسبة الشحن لهذا الهاب. اتمنى هذا الفيديو كان واضح للجميع ووضحت لكم قطعتين من راف باور، من هي القطعة اللي عجبتكم اكتبوا لي بالتعليقات. طبعا اذا حبيتوا انه تشترون منتجات راف باور الوكيل الرسمي هي شركة المتاجر الثلاثة، تفاصيل الصفحة مالتهم ووسائل الاتصال بهم راح تشوفوها كلها موجودة أسفل وصف الفيديو. وفي الختام لا يسعني القول إلا السلام، والسلام عليكم ورحمة الله.